هل تعلمين أن هناك 100 طريقة يحمي فيها ديتول عائلتك من الجراثيم المسببة للأمراض؟ بنتي ما بتهدى، بتضل عم تركض وتلعب. الأسبوع الماضي كانت عم تلعب بالجنينة مثل العادة، صار شي. ماما ماما كرمال هيك ما بستعمل إلا ديتول لنظف الجروح وخفف احتمال الالتهاب مثل ما بينصح فيه الأطباء. وحده ديتول يقضي على 100 نوع من الجراثيم المسببة للأمراض.